تقدر تلتحق أشخاص وانت والله يدينا اللي حاضر يقول لي واش الصوت مزيان؟ هو هذاك كلشي مقاد. بونسوار هند، سلام، مرحبا هند. كي دوزت هند مزيان؟ سلمي على هند. بونسوار حمزة، عبد الله، الكامبوس. انا ندوي على الكامبوس هاد العام، انا نبدا زعما هاد الادابة. وي اكسامبل، بو كوراج. ما كاينش صداع دابا بحال السيمانة اللي فاتت. السيمانة اللي فاتت كنت درت لايف وكان فيه صداع بزاف. مزيان ما شونجي بي سي. عميد لا بيوشيمي وين مطلوبة بزاف في لوروبا؟ العزيز مطلوبة حتى في المغرب، راه غير اللي يديرها. بيوشيمي مطلوبة بزاف، مطلوبة في أي بلاصة. المهم شكون غادي يخرج يقلب على الخدمة؟ نتسناو يتجمعو الطلبة باش نبداو الهضرة على الدراسة في الخارج، كيفاش نقدروا نخرجوا نقراو على برا. هاد المسألة اللي بسيطة ولكن الأكثرية ما كيديروهاش، قلال اللي كيديرها. ممكن نبداو بعد 57 واحد بغاف. صباح النور سي صدراتي، سمية مزيان. هو كيسلم عليك. الدوك بيولوجي تقدر تدخل به السيكل د انجينيور؟ وي تقدر، ولكن نخصك النقطة، لان الناس ديال السيكل ما كيهزوش من لي فاكولتي بزاف، كيهزو واحد لواحد ولا جوج، ورا بزاف اللي كيدفع السيكل دانجينيور. سي جوزيف مرحبا. سيمي الدومين مطلوب بزاف في المغرب ديال البيولوجي. شي دومين مطلوب بزاف في المغرب ديال البيولوجي؟ مطلوبة الميكروبيولوجي، مطلوبة. المهم دوك لي ليسونس اللي كيديرو في الاف اس تي ديال الاناليز، ديال لي زاناليز، وديال الطاك، وديال داك التمشغيل مطلوب في لي زاندستري، كيخدمو به. زيد عليها الدومين ديال لا فارماكولوجي، تا هو مطلوب. ولكن دابا المشكل اللي كاين هو ان الليسونس ما بقاش كتوكل. دابا اللي كيفكر انه يخدم بالليسونس خصو يشومي واحد شويه ويقلب، خصو يطلع يتسارى في كازا، يتسارى في طنجه، يتسارى على لي زاندستري اللي كيخدموا في هذا المجال هذا ويدفع ليهم. على نضرو هذه القضيه ديال واش نجمو نكملوا الدراسه ديالنا فعلا. المهم باش ندخل في الموضوع، كاين مساله، واحد المساله مهمه اللي هي ديال القرايه على برا، وكيفاش نقرا على برا. يعني كاينين بزاف ديال لي كا، اهمها هي انك تخرج بورسيي، تخرج وعندك لو بورس ديالك. البورس كضرب فيها الصرف صحيح، كتختار انت ديك الساعات واش تكون مع عائلتك الا كانوا عندك عائله على برا، ولا تدخل لي سيتي ديالهم، وكلشي كيتقطع. ولكن كاين شروط باش انكم تدفعوا لهاد القضيه ديال اننا نقراو على برا. مثلا انا كنعرف ثلاثه ديال لي بروغرام زوينين مختلفين، وكيخرجوا بيهم بزاف. انا بزاف دراري صحابي خرجوا بيهم، بزاف خرجت لهم وما مشاوش، فضلوا انهم يبقوا في المغرب وكانوا دفعوا. كاينه ايراسموس موندوس، وراسموس موندوس كيعرفوها بزاف. كاينه ايراسموس موندوس، وكاين ايراسموس موندوس الادريسي، وكاين ايراسموس موندوس بلس الجديده اللي عاد خرج، النظام الجديد اللي عاد خرج. فهادو مقسمين. نهضر على ايراسموس موندوس الادريسي، هي الاولى لحد الان بقى ما خرجتش، ولكن كنظن انها غادي تخرج مستقبلا. إيراسموس موندوس الإدريسي شنو الهدف ديالها؟ إيراسموس موندوس الإدريسي كتعطيك الإمكانية أنها تعطيك أون بورس ديال ديبلاسمون، تمشي تقرا على برا، تقرا دير مثلا ليسونس ديالك، دير ليسونس على برا،
وديك ليسونس على برا تقراها عادي تكون بوكسي عادي تختار الجامعة اللي بغيتي سواء في لوروب اونتيير. المهم هاد الدول ديال الميديترانيا لانها مفتوحة غير للناس ديال الميديترانيا، الناس ديال الجي تونس المغرب وليجيبت، الناس ديال الميديترانيا يمشيو يكملوا قرايتهم على برا. كنمشي كيقرا على برا كيشد الليسونس ديالو تماك، ولكن ما كتعطالوش ليسونس ديال برا. مثلا قريتي في شي فاكولتي في غرناطة ولا في اسبانيا، ما كتعطيكش الدبلوم ديال لا فاكولتي دو غرناطة، المهم كتعطيك الدبلوم ديال لا فاكولتي ديالك الاصليه افيك يون اتيستاسيون ديال انك قريتي على برا، وهذه مزيونه شي شويه. المهم كتخرج كتستافد من لا فورماسيون ديالهم، كتستافد من بزاف ديال الحوايج وكترجع تكمل قريتك، كيكون عندك ان بلوس هنا في المغرب. هذه ايراسموس موندوس الادريسي لحد الان باقا ما خرجتش، ولكن كيطلقوها مره مره. كاينه ايراسموس موندوس، ايراسموس موندوس البروغرام الكبير، ايراسموس موندوس حتى هو كيمكنه انك تمشي لبرا وكتختار لي فاكولتي، كيعطيك هو اون ليست ديال لي فاكولتي ملي كتبغي تشرط تعمر معاهم، انت كتدفع بزاف ديال لي فاكولتي واللي كتعيط لك هي اللي كتكمل معاها. مثلا الا بغيتي اللي بغى يكون عنده الحظوظ مزيانه كيدفع لدوك لي فاكولتي اللي ما معروفينش، بحال دابا ندفع لفرنسا ما عادش ندفع لباري، نورمالمون باري كيدفعوا لها العالم كامل، الا جيتي انت تتعامل مع العالم كامل راه ما تمشي لهاش، كتدفع الليل كتدفع لبوردو. المهم دوك الضواحي باريزي دوك الضواحي ديال الدول ديال المدن الفرنسيه ما كيكونوش معروفين بزاف، ولا كنتي باغي تمشي مزيان كاع وهذا يكون عندك الدبلوم ديال لونجلي، كتكون عندك شويه مع لونجلي، عندك واحد الدبلوم اللي اكريديتي كيخليك انك تمشي لبرا، وكتدفع لي فاكولتي اونغلوفون وكتقبل طاير، كتقبل طاير ما كاينش صداع، لان المغاربه ما كيمشيوش لي زونغلوفون، كيمشيو غير لي فرانكونفون، كيمشيو غير الدول اللي كيدير لي سيستيم ديال لي سيستيم ديال ليدوكاسيون ديالهم فرونسي، ولكن لونجلي كتدفع لها كتكون طاير. وكتمشي بأون بورس ديال 500 اورو، 500 اورو باغ موا، اذا جينا نضربوها في حساب المغربيه راه 5000 درهم باغ موا، دير لك العجب سورتو لا سورتو الا مشيتي سكنتي في الحي ديالهم في سيتي، وكيمكن لك انك دير جوب اتيديون، تخدم خدمه ديال خدمه ديال الاتيديون تماك، كاين هذه الامكانيه. اراك الشروط باش تقبل انك تمشي لتما، كاينين بزاف ديال الحويجات ومنهم شخصيا انا ما قديش نطبق واحد الشرط من دوك الشروط ديال ديال 80000 درهم. القضيه ديال 80000 درهم، 8 المليون كتبلوكيها في الكونت ديالك، انا بحكم انا ما عنديش ما قدرتش انني ندفع ليها، صاحبي بحكم انه كان عنده دفع ليها، وواحد الدري صاحبي كان دفع ليها في 2011 ولا 2012 يمكن، ودفعها 5 المليون، ما كانش 8 المليون. دابا ايراسموس موندوس طلعت الثمن رداتو 8 المليون، 8000 درهم هي تقريبا 8000 اورو، داك 8000 اورو كتبلوكيها في البنكه في الكونت ديالك اوكاو. وعلاش هما كتبلوكيها؟ هي كيقول لك اوكاو تسالات فيك لا بورس، اوكاو تسالات ليك لا بورس، كتولي كيوليو هما كيعطيوك منها، فهمتي؟ كتولي هي كتفورني عليك باش ما توقع لهمش ما دير لهمش الملعصه في الرويضه. ما دفعتش حيت ما كانش عندي الدبلوم ديال اللغه، اللي كيسولني علاش انت ما دفعتش، اولا ما كانش عندي الدبلوم ديال اللغه، ثانيا ما كانش غادي يعطيني 8 مليون باش نبلوكيها في الكونت، باش نكونوا صريحين. المهم كملوا على القضيه ديال ايراسموس. الشرط الاول هو انك تدفع تكون عندك 8 مليون في الكونت، وانا الوالدين اللي قدر انه يزعم معاه مزيان يبلوكي له ديك 8 مليون، والدري غادي يمشي يقرا بديك لابورس ديالو ويخدم، ونهار يرجع يسالي الا بغى يرجع يرد فلوسه وها هو بخير، والله يخدم ويرد الفلوس ديالو. الشرط الثاني هو الدبلوم ديال اللغه، مثلا اللي غادي ندفع انا الفرانكوفون خص يكون عندي داك التي سي اف، داك التي سي اف الثمن ديالو كيدير شي 1500 ولا 1600 درهم يمكن جو بونس، اللي مدوزو راه عارف، او لا الا كنت غادي تدفع لواحد لا فاكولتي اللي هي اونغلوفون خصك واحد سميتو خصك الطوفل. ما نقولكمش انا الاليوت، حيت الاليوت غالي مزيان وي معترف به ولكن غالي، ما كنظنش انا شي واحد غادي يدفع 160 ولا 170 الف ريال باش يدوز داك الاليات. انا ندفع 3000 ولا 4000 درهم باش ندوز داك الطوفل، والطوفل راه معترف به، الطوفل مزيان، ما ننصحكش تمشي تدفع الاليات، والاليات غالي، والاليات صعيب، الا دفعتي له وخلصتي ودوزتي وما نجحتيش فيه راه مشات لك 160 الف ريال ديك الساعه، عفا الله عما سالف، مشات لك 800 مشاو لك الفلوس.
دابا مفتوحة باب ديال التسجيل اللي بغى يمشي اللي بغى يعمر. هذه إيراسموس موندوس، قلنا الشرط هو تبلوكي الفلوس، يكون عندك الطفل صافي، وكتدفع كتمشي. كاين البروغرام الجديد ديال إيراسموس موندوس بلس. إيراسموس موندوس بلس مفتوح لتخوا ديال لي كاتيغوري، يا إما غادي تمشي تقرا، يا إما غادي تمشي دوز ستاج. ادو ستاج افيك اون بورس، بورس كيعطيوك بورس دو ديبلاسمون، كتمشي كتدفع لي لابوراتوار تما اللي فين غادي تقرا ولا فين غادي دوز البحث ديالك، كدوزو 6 شهور ديالك مخلص، مواكل، شارب، ناعس، مغني، مهني، وكترجع تسوتنيه في المغرب افيك البريزونس ديال داك لونكادرون ديالك اللي كاين على برا، انه يقدر يحضر لك ولا ما يقدرش حتى في الجوج. هنا ديبلاسمون بوغ ان ستاج. وكاين ايراسموس موندوس بلوس اللي كتعطيك تمشي تقرا الماستر تماك، كتمشي كتقرا عامين بورسي حتى الزيت ما افيك ان بخي اللي هو مهم جدا، كتوصل حتى 600 700 اورو بوغ ايراسموس بلوس. و بخير حتى هما كيحتاجوا انك تبلوكي واحد، لا الا كنت عاد تمشي عامين تما كيحتاج انك تبلوكي فيه 8 المليون، كنت عاد تمشي غير 6 شهور ما كيطلبوا لك لا 6 المليون ولا 8 المليون، وما كيطلبوا لك ما كيطلبوا لك ما كيطلبوا لك سميتو ما كيطلبوا لك داك الدبلوم ديال اللغة. مرحبا، صيفطوا لي 8 المليون نمشي لبرا. سي فو بي، بغيت نعرف شي حاجة على باركور في فيديو اخر. واخا ان شاء الله يعني نحاول نديرو دي فيديو على لي باركور اللي كاينين في المغرب وعلى الافاق ديالهم، غير خص شويه ديال الوقت، خص شويه ديال البريباراسيون، خص شويه ديال البحث. ما كلشي راه كاين. السي سمير، سي فوتلي لو ماروك طلب شاك اني بريسك دي ستوديون تينيزيان كي يون تيرميني لور سيكل بريبا اون بيولوجي جيولوجي، بلوس دانفو. وي تا هو كاين هاد الامكانيه ان دول المغرب العربي شي يقرا عند شي، فهمتي؟ كيمكن لك انك تدفع الفاكولتي هنايا وبحكم سميتو، المهم ديك الاتفاقيات الشراكه اللي كاينه ما بين الدول، يقدر يجيو يقراو، راه كيجيو نورمالمون، راه دي زيتيون افريكان راه كل عام كيجيو دي سونتين دي سونتين يقراو في دي فاكولتي عاديين، في دي فاكولتي ديال الدوله، بلا ما نهضروا على لي فاكولتي ولا لي فاكولتي بريفي ولا لي زيكول بريفي ولا لي زيكول دانجينيوري وكذا. يعني كاين هذه الامكانيه اذا كان عاجبك شي دومين في المغرب ولا هذا، يمكن لك انك تدفع عادي وتجي تقراي. انا غادي نعطيكم لي ليان كاملين، مش غادي نعطيكم لي ليان كاملين ديال 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 لي بورس. سينو كاين واحد سيت سميتو سكولارشيب كاينو سميتو سكولارشيب شي حاجه، كدفع كتدخل ليه كتسارع على كاع لي لي سكولارشيب ولا كاع المنح اللي كاينه اللي كتعطى. مثلا دائما كتلقى منح ديال ديبلاسمون على برا، ولا ديال تقرا الماستر ديالهم، كيكون واحد الماستر كيقول لك راه هذا الماستر فيه واحد المنحه كلا فلان الفلانيه. انا شخصيا لقيت ماستر زوين في كاين في امريكان وفي مونبولي، وكانوا طالبين شي انسان يكون عنده ليسونس ديالو، وكاينين دي مونسيون زوينين، عنده دي باز في لابيوديفيرسيتي وعنده دي باز في البيولوجي هكا، ويمشي يقرا ماستر دو ليفولوسيون اون امريك، ويرجع يكمل واحد العام في مونبوليي ولا في فرنسا على حسب شنو غادي يختار هو. ولكن اللي كانوا طالبين هو كانوا طالبين الطفل، وكان العدد وكان ذاك الوقت اللي فاتحين قليل، يعني فين انا نمشي نبريباري الطفل ونجيب لهم الطفل ونقول لهم راه عندي مع لونجلي هاك ودفعوا لي قبلوني، كانت شويه صعيبه. هي الانسان خصو يفكر، خصو يقلب بزاف باش يوصل لداكشي اللي باغي هو. لي بورس القرايه على برا، الخروج على برا راه اسهل منه ما كاينش، ولكن خاص شويه ديال البحث وخاص شويه ديال الفلوس، بزاف الفلوس. واش كاينين دي زيكول مزيانين وما مرتبطينش بكامبوس؟ الا بغيتي تخرج على برا بلا بورس بلا حتى حاجه، خاص سي سيف اوفار، خاص ضروري تدوز على الكامبوس. لان الكامبوس هو اللي كيكون الحلقه ديال الوصل بينك وبين بين بين وبين لا فاكولتي ولا ليكول اللي على برا. مثلا الا ما كنتيش باغي تمشي بار اون بورس، كتمشي للكامبوس، اترافير الكامبوس كتقلب على لي زيكول ولا لي فاكولتي وكتدفع لهم وكتقبل. ولكن اللي باغي يتقبل فريمون ما يدفعش لباريس اللي باغي. شكرا بسامر.
ما يدفعش لباريس. علاش ما يدفعش لباريس؟ لان باريس كما قلت كلشي كيدفع لها، المدن المعروفه كلشي كيدفع لهم، ولكن المدن اللي ما معروفاش قليل اللي كيدفع لهم، فهمتي؟ لي زونغلوفون قليل اللي كيدفع لهم في المغرب. ارجعوا نقراو الاسئله سي تو بلي، حط لينا اللين وعاد نعطيكم لين، يعني نعطيكم لين دابا، انا نحط لكم لين يعني راني ديرهم في بي سي واحد اخر، انت كونيكتون نحط لكم لين كامل اللي ينفعكم. شي انفو على تركي، ما عنديش شي فكره على تركي. وتركي كيفتحوا كيعطيو دي سكولارشيب غير في القضيه ديال الاقتصاد، القضيه ديال لانجينيوري ديال، ماشي حتى لانجينيوري ديال لاكو اليمونتيغ، لانجينيوري ديال الضو ديال داك التمشغيل، ما كيفتحوش للناس ديال البيولوجي. واش كيطلبوا لي نوت في لي مونسيون؟ ماشي ديما، ماشي ديما كيطلبوا لي نوط ولا لي مونسيون. مثلا نعطيك مثال، انا كان انسيستي على هذه القضيه ديال باريس لانه سي ان اكزومبل كونكري. عادي تدفع لباريس الالوف المؤلفه كتدفع لباريس، مثلا عادي يرجعوا لي مونسيون اي شي يختاروا بار لي مونسيون. هي كتدفع للمدن اللي ما معروفينش، ما كيختاروش بار لي مونسيون لان كيكون قليل اللي دافع، بس كيف فيه هما خصهم يدخلوا واحد لو نوبو ديال لي ستوديون، وبالتالي كتقبلي بكل بساطه بكل سهوله. كاينين دي زيكول ما محسوبينش على الكامبوس، ما عنديش ايدي، ما عنديش شي ايدي. ولكن هي كتمشي اترافيغ الكامبوس، راه ديك الساعات كتكلف انت بالمصاريف ديالك، ماشي هما اللي كيتكلفوا لك بالمصاريف، ولكن غير كتمشي باغ اون بورس، راه لا بورس هي اللي كتكلفك بالمصاريف. كتمشي باغ ايراسموس موندوس ولا ايراسموس موندوس الادريسي ولا ايراسموس اوروب، اوبا هي اللي كتكلفك بالمصاريف، هي اللي هي كتقلبها على لي كونفين عاد تمشي. واخا ما يكونش عندك المونسيون تقدر تقبل، وي واخا ما يكونش عندك المونسيون تقدر تقبل. انا صاحبي كانت عنده غير 10 في الدوغ وتقبل في اسبانيا قرا ايراسموس موندوس الادريسي 10 في الدوغ وتقبل انه يمشي صافطوا له الفيزا، كاع صافطوا له الفيزا انه يقرا على برا. لانفورماسيون على لي ستاج، بوغ لي ستاج مفتوحين للناس ديال الماستر. مثلا الدري ديال الماستر غادي يمشي يدير ان ستاج دو سي موا اللي غادي يدير فيه اون ريشيرش سيونتيفيك، اون ريشيرش سيونتيفيك اللي عندها واحد عندها واحد لو بوا. سكيل في كيعطيوك اون بورس ديال ديبلاسمون ديالك، كتمشي عند داك السيد. وفي البورس كاينه امكانيه انك ما تكونش اللغه ديال اللغه مطلوبه، فهمتي؟ يعني تقدر تدفع لهم ويقبلوك ويصيفطوا لك الفيزا بلا ما يكون عندك تي سي اف لو كنتي باغي فرنسا، بلا ما يكون عندك الطوفي لو كنتي باغي شي مدينه انجلوفون، شي دوله انجلوفون. بوغ لو ستاج اليكتيريو هو هذا اللي كنا كندويو عليه من الهند. لابو دو كولتور ان فيترو او ماروك، كاينين بزاف ديال لابو دو كولتور ان فيترو او ماروك. عند هي هنايا كاين حاليا انا في لينا كاين لابوغاتوار دو كولتور ان فيترو عندهم هنايا جيولوجي. اش يديرو؟ ما كنهضر على اون بوكس، راه كنهضر على الناس الجيولوجي، الناس الفيزيك، الناس البيولوجي، كاع اللي كيقراو في لافاك. يعني امكاني انك تدفع، لان كتدفع ليكو راه كتدفع تقرا انت، ماشي كتدفع على حساب التخصص. محمد امزيل قاو سول جيولوجي. دابا دوينا على القضيه ديال السيكل دانجينيور بالدوك، هضرت على السيكل دانجينيور في اخر فيديو. السيكل دانجينيور عندك ان دوك مونسيون 13 14 حتى 15 كتفعله كدوز الكونكور ديالك كما اشخاص، لانه كيخرجوا شكون اللي كيهزو كيسقط لهم شي واحد في السيكل دانجينيور ولا جوج ولا ثلاثه ديال الناس، كيحاولوا يعوضوهم بالناس ديال البيولوجي ولا الناس ديال الناس اللي كيقراو عندهم في لافاك. كتدفع الكونكور الى دزتي راك دزتي، راه برافو عليك. ما دزتيش راه سي با لا فان دو موند، يعني ماشي دو سيكل هو لا فان دو موند ولا لا. غير هو خص يكون ايمونسيون، خص تكون شاد الدوك ديالك في عامين، ما كتكونش كدوز الراتراباج، يعني بزاف ديال لي كريتير باش كي المهم كتقول بحال كيختاروا، ولكن جينيرالمون كيهزوا واحد لواحد ولا واحد لجوج. السلام عافاك، بوكو دوك لي بورس لي كيتعطاو لو ديت الماستر؟ مشى الميساج هرب. داك لو كومونتير بلاتي، سحبو داك لو كومونتير. ودوك لي بورس اللي كيتعطاو الا وديت لي ماستر على برا، فين نقدر نلقى دوك لي سيت اللي كيتفتح فيهم لي نوفيل ديال هادشي؟ انا غادي نسالي ونعطيكم لي نسالي
نسالي من اللايف وانا نعطيكم لي سيت اللي كيتعطى اللي كيدير فيها هادشي خويا. بالنسبه للستاج واش خاص ليسونس ولا ماستر؟ جينيرالمون ايراسموس بلس فاتحها للناس ديال لي ماستر، ايراسموس بلس هاد العام فتحتها للناس ديال لي ماستر، ولكن هذا ما كيعنيش انك ما يمكنلكش تدفع بالليسونس، فهمتي؟ تقدر تدفع بالليسونس ولكن تقدر تاخد ما يعطيوكش البورس فيها. اللي عنده ليسونس بروف اكغاني ما تبغاش تصحى يدير ماستر، سينو يخرج يقلب في لي سوسيتي على خدمة. باغ اكزومبل سيت فاكولتي اللي قلتي سون نوت كيقبلو، ماشي ما عرفش لي فاكولتي بالضبط بتاعت الحال. انا نقول لك مثلا انا غادي ندفع لاسبانيا، شحال من مغربي غادي يدفع لاسبانيا؟ هيدفعوا مليون لاسبانيا؟ لا، الاغلبيه قلت لك كيمشيو للناس، كيمشيو لفرنسا، كيمشيو للدول الفرنكوفون، ما كيزعموش على الناس ديال على لي زونغلوفون. انا كنقول لك انا عندي كاكوم كريد يا صاحبي عنده غير 10000 دوغ ودفع وتقبل صيفطوا ليه الفيزا. علاش؟ لان مطلوبين هما، خاصهم بنادم يعني، وبنادم ما عندوش مع اللونغري كيف انا هما ما كيدفعلهاش. انت مثلا انا واحد عنده فلوس وانا ما عنديش الفلوس، هو غادي يدفع لباريس، انا غادي ندفع غير مثلا غير الافينيون ولا شي مدينه صغيره ولا شي قريه في ديك في فرنسا. بطبيعه الحال انا راه غادي نتقبل عليه هو. علاش؟ لانه هو اختار واحد البلاصه اللي عليها الدوموند، انا اختاريت على واحد البلاصه اللي ما فيهاش الدوموند، وبالتالي ديك البلاصه اللي ما فيهاش الدوموند انا اللي غادي نستنفع بها ديك الساعات، لانني غادي نتقبل بكل بساطه بكل سهوله. اشراف تحياتي، بليز اتيديون، بغيت نعرف شكون حسن بيو فيجيتال ولا السونتي. انا جو في بور سونتي على البيولوجي فيجيتال اذا بغيتي تختاري الراي ديالي، حيت انا ديجا كنت بيولوجي اي سونتي وتقلبت تعاود ودرت بيوتكنولوجي ميكروبيا وما درتش البيولوجي فيجيتال حيت ما عنديش، ولكن في الماستر طحت في ليكولوجي. مي بيولوجي اي سونتي زوينه، فيها داكشي اللي كتقرا ملموس تقريبا، كيعاونك في الحياه العامه ديالك في الحياه اليوميه ديالك، فهمتي؟ كتبقى كتعيق على بنادم كتقول له ما تاكلش هذه، علاش؟ حسب فيها كل هذه بحيث فيها لي فيتامين، ما تاكلش هذه بحيث فيها ما فيهاش لي فيتامين، خد هذيك راه كتضرك. النورولوجي شنو فيها؟ كتقرا فيها بزاف ديال الامور اللي زوينه، النورولوجي سونتي نوتريسيون بزاف ديال الحوايج زوينين. ستاج ماستر بيوتكنولوجي انجلوفون بليز. كاين انت تختار اي، كتختار داك كتختار لا فاكولتي كتختار معاها اللي بغيتي. مثلا تمشي للانجليز، الانجليز راه تقبل في حيت المغاربه ما كيدفعوش للانجليز، ما عندهمش مع اللونجلي، كيمشيو على فرنسا. ايراسموس موندوش واش لي زيتيون ديال كاع لي فاكولتي دو ماروك؟ وي كاع لي فاكولتي دو ماروك، حيت مفتوحه هي للمغرب، لالجيري، تونس، ومفتوحه مفتوحه لي الثلاثه اصلا، و كيلكو بيي ديال افريك. غير واحد السؤال، اللي بغى يستاجي في اسرائيل اش يدير؟ يدفع لاسرائيل يستاجي، اللي بغى فين ما بغى يمشي شي واحد شي بلاصه يمشي. سلام خويا استاذ، عرفت شكون هذا؟ هذا راس طراسي اللي كيدير القفاز. سلام سلام خويا، استاج ماستر بيوتكنولوجي انجلوفون بليز، فين نلقاهم؟ انا قلت لك خصك تقلب. مثلا غادي تدفع، بغيتي تدفع بلا بورس كتدفع لي فاكولتي اللي كتقلب على لي فاكولتي اولا، كتشوف لي ماستر اللي فاتحين. اذا كنتي كتقلب على الماستر ديالك فعلا، على الماستر اللي باغي دير، خصك تقلب على لي فاكولتي اللي كاينين في اوروبا كاملين، وتختار هادوك اللي كيديروا هاد سميتو الماستر ديالك، وعاد طونتي لا شونس معاهم، فهمتي؟ مثلا اللي ما كيهتمش بالدومين اللي فين غادي يدير الماستر، كيمكن له يختار اي فاكولتي يمشي يدير فيها ماستر كيف ما كان في الدومين اللي تابعه، هو البيولوجي مثلا ولا الفيزيك ولا الشيمي. ولكن كتختار باغ ماستر راه كتمشي كتختار كتغيدوي داك لا جام ديال الغوشيرش ديالك. هند سي فو بلي شي انفو على فارما دوك، شحال مونسيون و لي كونديسيون داكسي؟ لا فارماسي بالدوك خص 2 زون، خص او موان تكون يكون عند انسان يكون عنده 11 راه كيت سيليكسيون. انا جو كوني دي كا 11 العام اللي فات سيليكسيون، كدوز الكونكور ديالك. كدوز الكونكور فيه فيزيك، شيمي، مات، لومبريولوجي، بيولوجي سيلولار. المهم الف بنادم خصو يكون باقي عاقل على داكشي. فيزيك وشيمي كيحطوا شويه قاصح، لومبريولوجي شويه بنادم يقدر يدوزها لان الدومين ديالو وكذا، ولكن الفيزيك والشيمياء والمات كيتحط شويه قاصحين. ودابا ولا كلشي كيدفع، شحال هادي كان بنادم كيدفع وكان النيفو طايح،
وكانوا كيتهزوا عباد الله. دابا قوى بنادم على لا فارماسي، كلشي كيبغي يدفع على لا فارماسي، وبالتالي ما بقاش كيدوزو بزاف. هدى مرحبا في اي وقت. اللي كيطلعوا دغيا لي ميساج، ما كنعرفش خويا باغي ندير ميدسين، واش كيطلبوا ميدسين تما؟ كونسول ميدسين. الا كنتي باك ما يمكنلكش تدفع بسميتو، ما يمكنلكش تدفع بالدوغ ولا بليسونس، سينو خص يكون عندك باك جديد. ولا كيمكن واحد الامكانيه انك تمشي دير سميتو، دير ماستر ديال ماستر دونتير، ماستر ديال دونتير التخصص هذا بليسونس اون بيولوجي. كيفاش وامتى ندفعوا الايراسموس؟ انا نعطيكم سيت من بعد كيفاش تدفعوا الايراسموس، و بروغرام كيخرج كل سنه، كان خارج هذا العام. ديزولي اننا تخلطوا، واخا ما ورينا لكمش القضيه. المهم كان خارج هذا العام، وكان كان فيه بزاف ديال وبالله غاسي سي محمد كلشي كيسلم عليك. اسرائيل راهما الاولى في لا ريشيرش لو بيوسط. وي اسرائيل زوينه. خويا بغيت ندير ميدسين، جي 16 دو مويان في الباك و سي نوت كافيه، وفين اين مدينه كنصحني؟ 16 و ميدسين ما كنضانش واش دوزك الميدسين. ترى 16 كيبقى كيدوزو ليست داتونت هاد الساعه. الباك ولاو كينفخو فيه النقاط، ولا مشكل على انك تكون 16 هكا، ولكن ندفع لها. كنصحك ما ننصحكش بفاس، شوف اي مدينه من غير فاس. ستاج ماستر بيوتكنولوجي انجلوفون. ميرسي اخويا، قول لي فين نلقى فين نلقاه. ميرسي بوكو. خاصك تقلب، ماشي انا نقول لك فين نلقاه، انا ما عارفش لي فاكولتي ديال لوغوب كاملين. كتقلب لان كيتعطى كتدخل ايراسموس مثلا، كتقلب على لي فاكولتي اللي كاينين، وكل فاكولتي كتدخل على السيت ديالها وكتقلب على لي ماستر اللي فاتحين، فهمتي؟ وتما عاد كتختار الدومين ديالك. سي بلي شي انفو على البرونش دو شيمي ابخي ماستر. برونش دو شيمي ابخي ماستر كديري ماستر كيمكن لك تمشي تخدم في لي زاندستري اغرو اليمونتير، ولا لي زاندستري الفارماسيوتيك، ولا لي زاندستري ديال هذا مطلوب. دكتوراه بيوتكنولوجي على برا. الدكتوراه راه غير تقبل فيها ديرها فين ما بغيتي ديرها، حتى في امريكان. دكتور على برا مطلوبه، وكاينه حتى هي دي بورس، والناس ديال الدكتوراه هما اللي كيقلبوا على راسهم على 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 لي بورس على برا، فهمتي؟ كاين ديبلاسمون. كاين واحد القضيه ديال واحد الصديق عندي، مشى كيدوز الدكتوراه ديالو في البرتغال، مشى وهو ما كيفهم في البرتغاليه والو، زرق في البرتغاليه تعلمها تماك. مشى كيهضر معاهم غير شويه هكا كيدير تسمع معاهم باللونجلي، وما كانش عنده حتى ديبلوم ديال البرتغالي، ومشى كيقرا تما كيكمل. خويا في القالي ستاج ماستر بيو، الله يجازيك بخير. ستاج واش ستاج سي موسى، واش كتهضر على ستاج دو فان دو ديتود، ولا بي اف او، ولا ستاج عادي؟ حدد ليا شنو 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 كتطلب. شوف سي شوف واش دا كيفاش بلان ديال الدونتير في الماستر. كاين واحد الماستر في لا فاكولتي دو ميديسين رابا ديال الدونتير، تخصص ديال الدونتير، يمكن مفتوح حتى للناس ديال البيولوجي، يعني الناس اللي عندهم ليسونس اون ليسونس بونسيون في 3 سنين راه كيتقبلوا فيه. كتولي ميدسان دونتير، كتشد داك الماستر كيكون عندك لو بوست ديال ميدسان دونتير، فهمتي يا فاطمه زهراء؟ سي سعيد، واش منين كتدفع بالليسونس للدونتير كتولي دكتور؟ وي كيكون عندك بوست ديال ميدسان دونتير. الولد اللي عنده 15 وبغى يدير ميدسين، شوف فاكولتي. شوف هاي واحد النصيحه، قال لك شوف فاكولتي ديال الميدسين ديال وجده، راه تقبل فيها ان شاء الله. دعاء الناس اللي تيسولوا على الميدسين صيفطهم عند ميسيو الشراح، راه ترافات. معاد مزيان هاد الميدسين باش تعيق على بنادم. وي ام طيبي كي سون لي زيكول دانجينيور كي يون ان تري بون ريجيم اي لي بلو فامو او ماروك. كنعرف انا غير ديال لا اف اس تي، دو سيكل ديال لانجينيوري لي ا ا لاغرو اليمونتير، انجينيوري اون اغرو اليمونتير، هذا اللي كنعرف مفتوح للناس ديال البيولوجي.
خويا ولدي جا هو الاول في التاسعة، وجي جا هنا في المات اش من شعبة يدير. العلوم انا كنصحو بالعلوم، العملية ديال الاستثمار. انا كنصحو بالعلوم، و الى مشى مزيان في المات يكمل سيونس مات. سيونس مات مزيان، و مزيان حتى في الفاكولتي، يعني فاكولتي عادية مزيان فيها سيونس مات، وفي لي فاكولتي كاين سيونس مات ابليكي، سيونس مات انفورماتيك، يعني لا قدر يصبر معاهم وكذا راه يوصل بزاف وبعيد كاع، ويمشي بعيد لان المات مطلوب وقليل اللي كيدفعوا ليه وقليل اللي كيمشيو فيه. خويا انا داير سيمي اندستريال دو زاني وباغي نكمل قرايتي برا، كاين شي ايكول موجوده اللي زي كل قلبتي كتقلب وكتدفع كتمشي كتكمل فين ما بغيتي. ليسونس دايره شي حاجه في هذا الوقت، وي ما نكذبش عليك هرمتي هرمتي، ولينا في المغرب كون ما كنقبطوش شي ديبلوم كتولي اوبليجي على انك تقلب على ديبلوم اكثر منه. علاش؟ لانك يقول لك داك الديبلوم اللي شديتي راه ما بقاش وكال، يعني ولينا كنجريو، حنا ولينا كنجريو في القرايه غير باش نهربوا من البطاله، باش نهربوا من البطاله. ولكن هذا الشيء ما كيعنيش ان ما كايناش خدمه بطبيعة الحال. اللي كيقلب، اللي كيخرج التسارة، اللي كيطلع يقلب على راسو، اللي كيجري على وقته راه كيلقى. ستيبونديون فانغالي زعما عنده اون شونس. كاين واحد الحاجة مهمة، بوتينا سولات قالت لي اللي عنده هذا، ما تنساوش انكم تقلبوا على لي فاكولتي اللي اكريديتي بار ليتا او ماروك، ما تمشيوش ديروا شي ديبلوم اللي غادي يشدكم به، غادي تجي فرصكم به. مثلا بزاف كيمشيو لدي فاكولتي كيعطيهم ديبلومات اللي ما كيكونوش معترف بهم طرف الدوله، وهي ما كيكونش معترف به بطرف الدوله راه ما كدير به والو لان ما عندكش الايكيفالونس. ماستر بيولوجي بكال فات المزرعه غريني، راه كاين اختي فاكولتي دي ميديسين دونتيغ لابا. ايوا مريم بغا يدير سيونس، وانا قلت ليه دير تقني عندها افاق. وهاد التقني عندها افاق اذا كان غادي يكمل من بعد، ولكن حتى سيونس، حتى سيونس زوينه، سيونس اذا كمل فيها مزيان راه واعره، ولكن يجرب تقني، جرب تقني يختصر عليه الطريق، يختصر عليه الطريق يكون انجينيور اون 5 موا اون 5 اون عفوا، ولكن الا كان غادي يكمل مزيان سينو غادي يمشي في سيونس. تا سيونس زوينة، أنا كنقول الدومين ديال السيونس مع الدومين ديال لي تكنيسيان ولا لي تقنيين راه كلهم زوينين، يعني ما غاديش يختار شي حوايج اللي قبع، راه كيختار ما بين جوج حوايج زوينين. خويا أنا عندي ليسونس بي أ بي في وبغيت ندير شي ماستر في لوروب، بغيت نعرف لي زيتاب لي خاصني ندير. أنا قلت لك عتعاود اللايف، عتختار يا إما تمشي باغ بورس وتعاين لي بورس اللي كيخرجوا، يا إما تمشي باغ كامبوس وغادي تخلص انت على هذاك واحد العام غادي تفورني على راسك به. هي كتمشي كتستابيليزي تما وكتقلب على خدمه، كتولي كتقرا وكتخدم، فهمتي؟ سينو كتدفع باغ بورس. وكنعرف انا بزاف ديال الدراري صحابي مشاو عاديين لانهم عندهم اللي فورني عليهم، مشاو ودبروا على خدمه تما كله كيقراو وكيخدموا. صديق ديالي من هنا كنوجه ليه التحيه، مشى قرا معايا عام ديال الماستر وضحى بالعام ديالو ديال الماستر ومشى كيعاود العام تما في ماستر في فرنسا. بغيت ناخذ لي زانفو على الدوك ا ديستونس او ماروك، واش كاينه وكيفاش؟ وقال لي كيخدم ورا كيديروا دكتوراه ا ديستونس، يعني كاع ما كيحضروش لي لابوغاتوار. الدكتوراه اسيستونس كاين، ا ديستونس كاينه تقدر، ولكن ما كنصحش بها الناس اللي كيديروا السيونس اللي كيديروا بيولوجي. علاش؟ لان كيكون كيخصك اسيستي بزاف، كيخصك تاسيستي بزاف في اللابوغاتوار، دير طرافاي دو لابو، كيخصك تاسيستي في لي سيمينار، اذا كان ديبلاسمون عندك بزاف. يعني الدكتوراه ما ماشي سهله بالناس اللي غادي يديروها ا ديستونس. راه الميساج لي كومونتير كيطلعوا بالزربه راه بزاف كنفلت، كنعتذر انا ما قدرتش نجاوب على كل شيء. شنو كتقرا اكتويا مو اخويا؟ انا كان دابا حاليا كنخدم بي اف او ديالي، عندي ماستر 2 كنخدم بي اف او ديالي في واحد ليكول هنايا في مكناس. خويا ميرسي بيان، هانيه مريم افيك بليزير و بون كوراج بور طون انفون. الا بغيت لي بورس، الا بغيتي لي بورس كيدفعوا لك، كيخرجوا كل عام، كيخرج كل عام بروغرام
كيخرجوا دي بورس ديال ليتود كيكونوا على كيكونوا غير هو خص جوج حوايج، خص يكون عندك الباسبور، خص يكون عندك الدبلوم ديال اللغة، وحبذا لو ان يكون الدبلوم ديال اللغة بوغ لا في، ما يكونش غير ديال عامين بي دو ولا هذا ولا، يكون بوغ لا في. كيخرجوا بزاف ديال لي جونس على انهم يمشيو على برا، كيخرجوا بزاف ديال هذا، كيخرجوا بزاف ديال لي زوكازيون ان بنادم يمشي على برا، ولكن خاص الصبر وخاص الزجيب يكون فيه شويه ديال الفلوس، خاص الوالدين يضحيوا شويه. اللي عنده والدين غادي يضحيوا معاه راه يمشي ماشي على برا، راه يفوت على برا يمشي حتى للقمر. شنو هما لي زيكول اللي يمكن تدفع بالدوك اس في اي، وشنو اللي احسن، واش تدفع بالدوك لشي ايكول ولا تكمل في لافاك؟ سؤال عميق هذا. عندك ليسونس كتدفع لي ماستر، عندك الدوك كتدفع لا فارماسي، ما تقبلتيش لا فارماسي كتدفع السيكل د انجينيور، هادو هما اللي مفتوحين دابا. لي افي لينا دي زيكول ديال لانجينيوري ديال لاغو اليمونتير وديال لاغرونومي كانوا فاتحين واحد لا بوسيبيليتي للناس ديال لا فاكولتي انهم يدفعوا ليهم، ولكن حيدوها وحيدو وليميتاو داكشي بالنسبه للناس ديال سميتو ديال لي فاك. في نظري اذا ما كنت لما كانش عندك واحد الفكره انك تمشي لا فارماسي ولا تمشي للسيكل دانجينيوري وتقبل فيهم، الا تقبلتي افضل حاجه هي انك دير تكمل في لافاك. ولافاك راه ماشي ميشونت، ماشي خايبه، لافاك راه واعره صاحبي، راه كلنا دزنا من لافاك قرينا في لافاك وباقي لحد الان بخير، كان الحمد لله لاننا قرينا في لافاك ما قرينا في شي ايكول واحد اخر. ليكيفالونس تاعي بوتينا كيفاش ايكيفالونس مالغري النيفو دون فاك اوروبيان الفي بارابور او نيفو دو فاك تاعنا اي با بيزوان دو ليكيفالونس؟ نو لا بوتينا، ليكيفالونس ضروري لان ماشي كاع لي فاكولتي ديال برا راهم اكريديتي باغ ليتا، كاينين دي بي اللي على برا اللي الدوله المغربيه ما كتعترفش بسميتو بالدبلومات ديالهم. مؤخرا راه غير هنغاريا ولا سميتو ما معترفينش بالدكتوراه ديالها، الدكتوراه ديال البيولوجي ديالها ما معترفينش بها. الدكتوراه ديال الميديسين وكاين عليها واحد، الدكتوراه ديال الميديسين عندهم وكاين عليها واحد بوان دو سسبونسيون ولا بوان انتيروغاسيون واش مقبوله ولا ما مقبولاش، علاش؟ لان الدوله ما معترفاش بها. كيقول لك سير جيب داك الدبلوم ديال الدكتوراه ديالك، سير جيبو لنا ادخل عاد نديرو لك ليكيفالونس ديالو، عاد دوز واحد ستاج ولا دوز واحد العام تقراه ولا هذا باش نعطيوك ليكيفالونس باش عاد يمكن لك انك تخدم معانا في الدوله، فهمتي؟ لان ماشي كاع لي دبلوم ديال برا راهم معترفين بهم هنا في المغرب، والعكس صحيح، ماشي الدبلوم ديالنا ما معترفينش به بزاف ديال الدول على برا. لي جاوبني على الفرق انتخ جيني شيمي والطاك بور لي فيستي. جيني شيمي باينة، والطاك راه لي زاناليز ميكروبيولوجيك اللي كدار، يمكن لي زاناليز ميكروبيولوجيك اللي كدار بور في لي زاندستري، كاين فرق يعني كونترول دو كاليتي دو تو سكي سانيتير، ماشي هو ماشي نفس الشغل اللي كيديروا في الجيني شيميك، هادشي على حسب معرفتي والله اعلم. تزي سعد، اما احسن ليسونس نمشي ندير ماستر برا ولا ناخد دوست نمشي ندير ليسونس انا بي سي جي اف اس تي؟ دير الى مشيتي بدوست كتكون سهله عليك القضيه انك تكمل مع ماستر، مشيتي بالليسونس كيكون واحد شويه ديال التمشيط، وكتمشي بالليسون وكتمشي بدوست وكيقدروا يطلبوا منك تعاود، فهمتي؟ تقرا عام واحد العام عندهم زايد عام ديال ليكيفالونس الا ما كانوش معترفين لك بسميتو بالفورماسيون اللي درتي. عندي انا هاد الليسونس هاد العام درت باركور بيولوجي سيلولير اي موليكير في افاق بور ماستر بيس. كاينين ماسترات بزاف ديال البيولوجي سيلولير اي موليكولير، كاينين بزاف ديال الماسترات في هذا الدومين هذا، وما كيعنيش ان عندك ما عندك باركور بي سي ام انك غادي تدفع غير لي ماستر لي بي سي ام، لا كيمكن لك تدفع كاع لي ماستر ديال المغرب كاملين من ليكولوجي حتى الميكروبيولوجي، كلشي كتيست فيه لا شونس ديالك. بالنسبه للميو ميديكال واش كاين غير رابا وشحال كيقلبوا تقريبا؟ الميديكال كنعرف غير رابا، بيو ميديكال ودايور كاين كنعرف شي ناس كيقراو بيوميديكال في رابا وكيشكروا بزاف داك الماستر ديالهم.
لي بري انسكريبسيون سون اوفر مانتينون. بالنسبه يمكن يقدر يكون انا عندكم سيت وانتم شوفوا قلبوا عليه. انا كانوا مفتوحين قبل ما نبداو الدوزيام سيمستر، كانوا مفتوحين وكانوا الطلبه شي طلبه كيقلبوا على انهم يمشيو يدوزوا يكملوا العام على برا ولا يستاجيو على برا. المهم كيفتتحوا كل سنه جديده، كل سنه دراسيه جديده كيفتتحوا الانسكريب بري انسكريبس. رضا محمد مع ميرسي خويا دوريان، مرحبا. سيت تو بلي ديك القضيه ديال الماستر دونتير خصها شنو هي الشروط؟ عادي كتدفعي طونتي دا شونس ديالك باش دوزي كونكور. حتى عندك ليسونس كتدفعي الماستر كيما كتدفعي اي ماستر كيف ما كان. اسيا مرحبا. شوف انا بسم الله فاك، انا ما كنعتبرش راسي شي جيني ولا شي حاجه، انا عادي كان عندي واحد الباركور ظريف زويون وليدات هكا، كنقرا وكنمشي، مره كنجي مونسيون مره كنجيب غير 10 دايز بخير، حتى وصلت شويه انا ماستر دابا الحمد لله. يعني ماشي مهم انني نكون انجيني باش انني ننجح في لافا، كل هذا قدر انني نمشي على قد حالي قد معرفتي، ما كنتعاند مع حد ما كيتعاند معايا حد، كافي شر كما كيقول المصري فهمتي، وكتوصل كيكمل عليك الله المهم داكشي فيه التاويل ديال الخير فهمتي. يعني انسان شنو نقول لك، ما يفكرش في المستقبل، ما يصداش راسو باش غادي ندير وحنا كنضيعوا الوقت لا ما كاينش ما يدار ولا كذا. لا انا غادي نقرا، شديت الدوك ديالي ندفع به، ما تقبلش عادي نشد الليسونس ديالي وندفع بيها، ما تقبلش عادي نمشي نعمر ديالي مع ستاجات فهمتي، ستاج مورا ستاج مورا ستاج، خمسه ديال الستاجات ولا اربعه ستاجات في واحد العام ما جلست فيه راسي بالا فان دو مود، عادي ندفع من بعد غادي نتقبل. لان شكون اللي كينفع؟ كينفعوك ستاجات، كينفعوك دي مونسيو اللي كنتي جايبهم، كينفعوك ديك الليسونس شاده في 3 فهمتو. يعني انسان ما عمره يصدع راسو بشنو غادي ندير من بعد. انا كنقرا وما عارفش راشي فين كاين، لا عارف راسي فين كاين، انا كنقرا باغي نشد واحد ليسونس بيولوجي غادي ندير بها داكشي اللي بغيت، ندير بها ماستر الا كنت باغي نكمل ماستر، ندير بها الدكتوراه الا كنت باغي نكمل الدكتوراه. غير المهم ما عمر انني ليميتي الافكار ديالي، ما ليميتيش الحد ديالي، ما نقولش انا صافي راح ندير ليسونس بارك الله يخف انا نمشي نمشي للناس، لا خاصني نمشي يقلب على راسو يخدم، يمشي بغى ليسونس بغى يخدم بالليسونس راه يمكن يخدم بالليسونس، يمشي يخرج يتسارى يطلع الكازا يطلع المدن اللي فيهم سميتو اللي فيهم لي زاندستري. انا عندي اون ليسونس بيو فيجيتال في 5 ans. غادي نقول لك الا كنت كتدفع باغي تفكر في الماستر كاين خصك تقوي الستاجات، لان 5 ans غادي نقصوا لك عليها واحد 1.5 مثلا الا كنت تدفع الماستر، باش تربح ديك 1.5 خصك دير واحد 3 ولا 4 ولا 5 ديال الستاجات اللي غادي ينفعوك من بعد، لان هما اللي غادي يرفعوا لك النقاط. انت مقابل واحد عنده 5 ans عنده ستاجات راك بخير عليه. المهم خاص بنادم يفالوريزي داكشي اللي كيدير، يفالوريزي داك السي في ديالو، ما تعطيهمش انت سي في فيه غير ليسونس فيها 5 راه ما كافياش. هي البروفيسيون انا عندك واحد لوكوتي بروفيسيونيل، ولكن واحد لوكوتي اللي هو تكنيك ولا هذا خصك تعمرو بلي ستاج، لي زيكسبيريونس راه خصهم لي ستاج. الليسونس ديال اس بي ات اللي على تسمع بيها ديال الممرضين، واش تقدر تدفع بها ماستر في البيولوجي؟ هاد الامكانيه ما كنظنش واش كاينه، ما فاتحينش الناس ديال لي زانفيرمي ما فاتح لهمش يدوزو الماستر وما كيقبلوا لهمش. ولكن نفكر لا يمكن لهم يدفعوا لها ليسونس ديال الممرضين، يمكن لهم يضروا. انا كنعرف واحد السيده دايرها في واحد الماستر، عندها هي ممرضه وعندها ماستر سميتو وكتقرا ماستر، يمكن لهم يدفعوا لي ماستر على بر يعني، لان هاد المدرسه ديال اس بي اس ما فتحش لي ماستر، هذا هو المشكل. ولكن الناس اللي عندهم ليسونس فيها راه عندهم الامكانيه انهم يدفعوا الماستر. هاد السيده اللي كنعرفها واش دفعات بالليسونس وخلاها ودازت ولا بيستوني، الله اعلم ما نقدرش نحكم. ولكن السيده ديال لي زانفيرمي فين اتصيفط لينا لي سيت عافاك، انا غادي نبارطاجيهم في الصحه من ناحيه ديال السيت ما تخافش، غادي نبارطاجيهم دابا غنسالي غا سميتو غا غا
غلاي وادين 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 صيفطهم في الصحراء، كلام ديال الرجاله. كاين امل اصاحبي، كاين امل. الناس راه عندهم 10 في الليسانس في 4 سنين وداروا ماستر. كاين امل، غير بنادم خصو يدفع وخصو يصبر وخصو يقوي ستاجس. ميرسي، الله يحفظك على المجهودات. ما كاين مشكل نوريا، مرحبا. عندك اون ليسانس اون بيولوجي، منين كتسول واش بو اتر نكملو؟ لا، الا دفعتو لي زانفيرميي بالليسونس لا كيحسبوها لكم بحال الباك، كتولي خصكم تعاودوا كل شيء من الزيرو. خويا واش قاري في بريفي ولا حكومي؟ لا، قريت ديال الدوله مدام مريم، قريت ديال الدوله، قريت دار المعراز، دوس لايف اس تي، حاليا كنقرا في لينا واحد 6 شهور. خويا الا الماستر في الخارج كيفاش؟ خاصك تعاود هاد اللايف، انا قريب نسالي دابا، عاد تعاودو وعاد تعرف لي زيتاب اللي كاينين، اللي كان اللي كاينين، باش هذا اللي عندنا باش ما نعاودوش الهضره نطيحو في اي با حمزه واتساب. وي بصح، ميرسي بور لي زانفو. ما كاين مشكل، مرحبا، كنعاونو بقدر المستطاع داكشي اللي كنعرفو. اللي بغى يدوز من البيولوجي للابوغاتوار اش خاص يدير؟ شنو نطلب؟ اللي بغى يدوز من البيولوجي للابوغاتوار افتح الباب. لا، بغيت يدوز من البيولوجي للابوغاتوار كتدخل من الباب، ما تدخلش من الشارجون. عندك اي ليسونس اون بيولوجي كتدفع دوز دوز، كيمكن لك انك دير لي لابوغاتوار، ماشي يعني ليسونس اون بيولوجي راه كيمكن لك دير لابوغاتوار. علاش انت قريت البيولوجي اللي ما ديرش لابوغاتوار؟ عندك ليسونس بي في بي ار، راه تمشي تخدم في دوك لي زاندستري ديال المعجبات، لي زاندستري اللي كيديروا هادشي ديال لي بام، هادشي ديال لي بلونت اروماتيك اي ميديسين. تمشي عندك ليسونس اون ميكروبيولوجي، راه كدير لي زاناليز، راه لي كونيسونس ديال لي زاناليز ميكروبيولوجيك راه كديرهم. عندك ليسونس اون شيمي، راه كدير لي زاناليز ديال الشيمي ولا الدومين ديال الشيمي اش كيديروا فيه، فهمتي؟ يعني عندك الامكانيه انك دير لابوغاتوار، ماشي. ميرسي بوكو خويا، تنزا شكرا، مرحبا. سيدي مشرفين سي حمزة. لي ماستر فيزيولوجي انيمال في المغرب كاينين، كاين الفارماكولوجي اولا، كاين سونتي، كاين ماستر ديال سونتي، انا كنعرف جوج ديال المراس كاينين، وكاين على برا ماستر ديال الفيزيولوجي موجودين عندك. هما عندك لي ماستر ديال الميكروبيولوجي ولي ماستر ديال الايكولوجي، اراهم هما ما كاين في المغرب. عفاك جاوبني من قبيله وانا كنسول، سمحي لي انا ما قريتش الميساج ديالك. انا عندي دوك في بيولوجي بتخويز، واش يمكن لي نتقبل في لا فارماسي ميليتير؟ لا فارماسي ميليتير ما عارف، الا كانوا كيفتحوها للسيفيل راه كيداخله لها برجليك طويلين، الا ما كانوش كيفتحوها للسيفيل كاين لا فارماسي ديال السيفيل، ولكن لا فارماسي المهم دفع ليهم بجوج جو بونس راه كيدوزو، ولكن خصك دوز في كونكور. يعني ما عندكش 13 راه كتحيدك من سيليكسيون، وي، ولكن راه باقي الكونكور. كونكور راه فيه 3 ولا 4 ديال لي ماتيير خصك دوزيهم، فيزيك، شيمي، المات، الموبريولوجي، وداك تمشي. يعني الا دزتي الفرق اللي كاين ما بين لا فارماسي ميليتير ولا فارماسي عاديه، هي ان لا فارماسي ميليتير كتخدم وكتخلص او ميم طون، لا فارماسي عاديه كتقرا وكتخلص انت، ماشي كتخلص. هذه هو الفرق اللي كاين ما بين لا فارماسي ميليتير ولا فارماسي عاديه، هما بجوجهم كيقراو بالفاكولتي دي ميديسين، ولكن سيستيمين مختلفين. سيستيم ميليتير كتخلص فيه، وسيستيم سميتو حكومي ما كتخلص فيه انت. واش الجيولوجي، واش كاين ماستر بعدا ديال شي حاجه ميكرو فاس؟ وي كاين بيوتكنولوجي ميكرو بيان فاس. واش الجيولوجي احسن من البيولوجي في المغرب؟ لا، العكس العكس، الجيولوجي كاينه مزيانه في المغرب عاد، والجيولوجي مفتوح الافاق فيها في المغرب عاد. دابا اللي جينا نقارنوا الجيولوجي وبيولوجي راه حيت كنقارنوا شي حاجه اللي ما مقارناش، فهمتي؟ الجيولوجي سي ان سيونس اللي قاده براسها، وبيولوجي سي ان سيونس اللي قاده براسها. الفرق اللي كاين في الجيولوجي وبيولوجي في المغرب هو ان البيولوجي فيها بزاف ديال البشر، والجيولوجي فيها بو ديال البشر. ديك الجيولوجي اللي فيها بو ديال البشر راهم واعرين على الناس ديال البيولوجي. علاش؟ لانهم كيقراو غير شويه كيستافدوا بزاف،
ومعروفين، فهمتي؟ يعني هذاك السيد هذا يشد ليسونس ديالو عادي يمشي يدير ماستر ديالو، هو باك بلس 5، هو انجينيور ديتا، عنده بلون ديال انجينيور ديتا، يدفع كاع لي زاندستري اللي خدامين في الدومين ديال لي مين، في الدومين ديال مكتب شاري فوسفات، عنده لي شونس انه يمشي يدفع ليهم ويتقبل ويخدم تماك، فهمتي؟ باغ كونتخ الناس ديال البيولوجي بزاف، انا ليسونس غير في البيولوجي راه 500 600 في كل باركور، يعني اذا قارنا الجيولوجي والبيولوجي راه ما يمكنكش تقارنهم. Cycle d'ingénieurs au Maroc sont-ils valorisés en Europe après? Oui, ils sont valorisés. بالنسبه للناس ديال الانجينيوري في المغرب راه كان كما كنقولوا راه فيها الطبقيه، ليكول محمديه ماشي هي لو ان سي جي ولا دوك لي زوطخ ماشي هما لي فيستي، فهمتي؟ يعني كاينه طبقيه فيهم، ليكول ديال المحمديه راه كتخرج لك ديال الانجينيور اللي يقدروا يخدموا من نهارهم الاول، فهمتي؟ باغ كونتخ لي زانجينيور ديال لايف اس تي راه كيتعذبوا واحد شويه، علاش؟ لان كاينه الطبقيه حتى في الدبلوم، واحد ليكول ماشي هي واحد ليكول واحده اخرى، محمديه شوفي شكون اللي كيخرجوا منها وشوف شكون اللي كيقري فيها، لايف اس تي شوفي شنو هي وشوف شنو كيقريو فيها وشوف شنو كيخرجوا منها، يعني الطبقيه كاينه حتى في المغرب ماشي عاد على برا، حنا كنفالوريزيو لي ديبلوم اترافيغ لي زيكول حتى في المغرب، عاد شوفي على برا شنو هي الافاق ديال السونتي في لايف اس تي. قبل درت واحد الطالبه معانا هنايا، واحد مينا فصحى سميتها جيهان، درت فيديو على سونتي في ليفيستي والافاق ديالها، للاسف تمحى داك الفيديو بطريقه غير مباشره، نتمنى انها تعاود وتهضر لكم لانه هذاك الدومين ديالها هي عارفه فيه بزاف، ولكن اللي كنت فهمت انا من خلال اللايف ديالها هو ان دايرين شراكات مع سي اتش او، دايرين شراكات مع سي اتش او انهم كيديروا سميتو كيديروا يمكن انهم يمشيو يخدموا من بعد عندهم. لي جون اللي عندهم لي لابوراتوار داناليز دو سون، شنو هي الفورماسيون اللي كيقراو؟ لي جون اللي عندهم دي لابوراتوار ما كاينش، انت عندك واحد لا فورماسيون في بيولوجي ولا في هذا كتمشي كدوز عنده ستاج ديالك ولا كتمشي كتخدم معاه بار لابوراتوار، كتمشي كتخدم معاه بار كونتر. عندك اون ليسونس اون بيولوجي سونتي، عندك اون ليسونس اون بيولوجي ميكروبيا، عندك اون ليسونس اون باك اون اديا ولا سميزه، راه كيمكن لك راه عندك كاع لو باجاج نيسيسير انك دير دوك لي دير دوك لي زاناليز. واحد الفكره واحده اخرى، راه الدري ديال الباك الا دخلتيه للابوراتوار وقلتي معايا واحد السيمانه راه غادي يولي كيدير حتى هو دوك لي زاناليز اللي كيديرو، لان داكشي غير براتيك كتفيه كيتعاودو، والا خليتيه معاك جوج سيمانات غادي يولي كيقرا لي ريزولتا واللي كيعطي للناس لي ريزولتا ديال لي زاناليز ديالهم يقول لهم اشنو عندكم، داكشي غا داكشي كيولي اوتونوم. الله يكمل عليكم نسير الوالي ولدي يخدم في سيتي، انا عندنا في سيفي ان شاء الله ان شاء الله يدخل السيكل ديال انجينيور ديال هذا ويدفع ليهم، راه كاين لو سي بي فيه الخدمه وفيه الفلوس. سيتو بلي باركور بي سي ام ما نقراوش بيوشيمي، واش نحتاجوها في لي كونكور بور ماستر؟ على حساب الكونكور اللي تدفعي ليه، الا كنتي تدفعي الميكروبيولوجي راه عاد تحتاجي البيوشيمي، كنتي تدفعي البيولوجي موليكولار راه عاد تحتاجي البيوشيمي من بعد، البيوشيمي راه شي حاجه اللي مهمه في البيولوجي، ما يمكنلكش دير واحد ليسونس سون بيوشيمي وما دوزيهاش في الكونكور، كتحتاج في لي كونكور سورتو الميتابوليك. اش بان لك في لي اوريزون ديال اغرو اليمونتير في المغرب؟ اش نقول لك؟ هو سيتان ديبلوم اللي مطلوب دابا حاليا في هذا، لان لاغو اليمونتير شي حاجه اللي مهمه في هاد البلاد دابا مؤخرا، وكنقول اي واحد يتوجه ليه راه سيتان باركور اللي مزيان واللي غادي ينفع يبدل من بعد، ولكن هي كتشد ديبلوم ما كيعنيش انك تشد ديبلوم راك غتخدم، راه الا ما قلبتيش راه ما تلقاش، الا ما قفلتي راه ما يفور بك كما كيقول المثل الشعبي. انا نقرا بيوتكنولوجي ايطالي، اش قولك؟ احسن ما تقرايها في البلاد. اش نقول لك على برا راه الدون دو لا فالور داكشي اللي كيتقرا، وهي كتقرا على برا راه كتقرا بواحد الحوايج اللي سوفيستيكي، لي لابوراتوار مقادين كيحترموا لا سيونس كيحترموا بزاف د الامور. سولتك ما بغيتش تجاوبني، لا اختي ابتسام غير سوليني عاود لنا غير في اللي داز داك الميساج. كتعرف شي واحد كيقرا في لافاك بولي تالودانت؟ لا اوكين ايدي. سلام سي دريس خويا، ماستر في بلجيك واش ضروري خاصني الدبلوم لونغ؟ وي الا كنت تمشي تما المدة ديال عامين ضروري كيطلبوك الدبلوم ديال لونغ تي سي اف.
كاين يونس، كاين حتى سيكل في لاغرو اليمونتير، سيكل د انجينيور انجينيور ان انجينيور اغرو اليمونتير اي ا ا، كاين ان سيكل د انجينيور ممكن تفعل السيكل بار دو او دو ديال الناس. وي يمكن تفعل بالدو تفعل بالليسونس لي ماستر اللي يمكن ندير طال سيرلو قول لي لي ماستر اللي يمكن ندير طالب كيقرا بيو واش يمكن ليه يقرا ماستر برا، وين يمكن يقرا ماستر برا لي ماستر اللي يقدر يدير حدث ولا حرج راه في المغرب تقريبا غير في فاس بوحدو، فيه الماستر ديال البيولوجي فيه 3 في لي فاس وجوج في لي فاس تي، كاين 5 ديال لي ماستر غير في فاس، بلا ما نهضر على كازا، بلا ما نهضر على الرباط اللي فيها فاكولتي دي ميديسين وفاكولتي دي سيونس، كل وحده كتفتح لي ماستر ديالها بوحدها، يعني راه كاينين بزاف ديال لي ماستر غير اللي ما بغاش هذا غير سميتو غير قنيطره بوحدها فيها شي 6 ولا 7 ديال لي ماستر بوحدها، يعني راه لي ماستر كاينين كاين ها ديال لي ماستر غير اللي ما بغاش يدفع ليهم وغير اللي ما بغاش يقرا. عايشك خويا مرحبا مونا سيف البي، واش ضروري من لي ستاج باش نتقبل في الماستر؟ ضروري من لي ستاج ماشي باش تقبلي في الماستر، باش كترفعي لي شونس ديالك انك تقبلي في الماستر. خويا رضوان واش حضرتي على المنحة في برا؟ سمعت ميرسي، وي حضرت على المنحة انا دابا غادي نسالي اللايف نساليوه في ساعة، وحاول تعاودو راه فيه معلومات مهمة، حاول انك كيفاش تقرا على برا. خلاص شنو هما الافاق ديال الاجازه ديال سيمي؟ شنو نقدر ندير بها هذا الموضوع ديال الاجازه ديال سيمي؟ كنفضل انني تنهضر عليه من بعد، ان دابا الموضوع مشعب شويه. دابا من غير الدوك شنو ممكن دير ماستر اون بيولوجي؟ كي نقول لك تخدم ابتسام، الا ما درتيش الدكتوراه كي تخدمي به، راه باك بلس 5 راه ايكيفالون ان ديبلوم دانجينيوري، راه كتدفعي الا كنتي باغا تخدمي في ليطا كيمكن لك تدفعي في دوك لي بوست اللي كيفتحوا لي طابل بالنسبه للناس ديال لي ماستر، منها متصرفين من الدرجه الثانيه، متصرفين من الدرجه الثانيه، خدمه في الاداره، خدمه بزاف الامور. المهم كاينين دي زوخ دونك اللي كيخرجوا كل شهر ولا كل عام ولا كل هذا، المهم سير تطون تا شونس انك تدفعي في الماستر. واش لا بيزا كتقبل صحاب ليسونس ديجيتال؟ ما عنديش شي فكره سي سعيد على لا بيزا واش كتقبل، المهم خليت تنبحث في هذا الدومين هذا في الموضوع. ميرسي بور لا ريبونس سي بوتي. غير سي شحال كيكون تدفع السيكل بالنسبة لليسانس؟ 14 15 طالع، لأن العدد اللي كيطلبو قليل، أنا قلت لكم كيطلبو غير شي جوج ولا واحد، عرفتي شحال من واحد من ليسانس كيطلب؟ أنا مثلا أنا كنهضر على الكا ديال فاس، فاس تي كيطلبو شي واحد ولا جوج، كيهزو واحد ولا جوج من لا فاكولتي دي سيونس من كليات العلوم، كيهزو من عندهم بزايد. خويا الله يرحم الوالدين بصح تعطي ديزانفو بوغ لي ديسو دون ليخونجي، خاصك تكون ديجا درتي دي زيتود حتى نتا على برا. اي ميرسي خويا رضوان. لا انا كنعطي ديزانفورماسيون بخصوص داكشي اللي كنعرف، انا ما قدرتش نمشي علاش لانني عندي اشكالات خاصه، ولكن كنعرف الناس اللي مشاو وكنعرف لا بروسيدور، هادشي باش كنحاول انني ننفع. اشنو كتختار انت؟ واش واحد اللي عارف شنو كاين ويقول لك شنو كاين وانت تمشي تقلب على الطريقه وتقلب على كيفاش تمشي، ولا تبقى ما عارف والو تسنى حتى شي واحد مشى على برا قرا وزا ودار اللي بغا ورجع؟ راه اللي مشاو على برا راه ما كينفعش، راه هذه تجربه، راه اي واحد خرج على برا ولا لا قال لك كيفاش خرج على برا، وانا نتحدى شي واحد فهمت اخي يوسف، راه شي واحد اللي خرج لك على برا راه ما عادش يقول لك ها كيفاش درت وها كيفاش درت لا بغيتي تلحق. يعني مغاربه فينا مغاربه مني وجبد مغاربه هكا فينا هاد القاعده حنايا، ما كنبغيوش نعاونوا واحد اخر، مشيت على برا صافي ضرب الطم. وجربتها انا شخصيا جربتها مع بنادم كان كيتصل بيا كيقول لي عاوننا وكذا، وكتصيفط ليه وكتعاونه وكذا وكذا، هو كيقرا على برا، وملي كتسول كتقول له كيفاش درتي على برا كيبلوكيك صافي كيمحي ما عندوش انه يفيدك بديك المعلومه. وسير جرب مع الناس اللي كيقراو على برا، اذا قالوا لك كيفاش تمشي على برا انا نحيد هذا اللايف. واحد السؤال مهم جدا الله يحفظك، لو وليتي بروف ان شاء الله وسمعتي واحد من الطلبه قال لصاحبه شتي داك البروف كان شاعر على لايفات مع راسو، واش غادي تحس؟ سؤال عميق ربما مراد هذا ربما معين.
عادي عادي عادي. المهم ان هاد اللايفات ما كنديروهمش باش نضحكوا على عباد الله، كنديروهم باش ننفعوا عباد الله. اذا كانت شي حاجه اللي كتنفع البشر بس صافي بليزير. كان شي واحد كيقول لك ما كيستنفعش بهاد الفيديوهات ولا هكا، انا مستعد انني نمحيهم عادي، ما عنديش مشكل. علاش؟ لانهم سا ما بورت با دو فالور، ما كنربح منهم ما كنخسر منهم. عندي شي معلومات كنبارطاجيها مع الناس كما كيديروا الناس على برا. على برا راه البارطاج لوغ زانفورماسيون بلا اي بلا اي الناس. صافي انت غادي ديروه على شيمي باش نسمع، ضروري نديروه هاد السيمانه ولا السيمانه الجايه ان شاء الله. وي ام سي فلو بي سي فلو بي لي سبيسياليتي اون جيولوجي سيكل انجينيور مارك. تنقلب عليها باش ما نهضرش من فراغ، تنقلب على لي سبيسياليتي اللي كاينين وانا ندير لهم لايف عليها، لان مستقبلا نديرو لايف على لي باركور وشنو نقدر ندير بيهم. واش ميشيك واش بصح الناس اللي عندهم مصر ما كيتقبلوش بزاف التعامل؟ واش بصح الناس اللي عندهم مصر ما كيتقبلوش بزاف التعليم حيت زعما عندهم حظ انهم يكملوا في الدكتوراه عكس الناس ديال ليسونس اللي ما تقبلوش في الماستر؟ التعليم كتدفع له بالليسونس، ما عندكش علاقه بالماستر ولا بهذا، كتدفع له بالليسونس، كتقرا كتخرج كتمشي عاد من بعد كتدفع لهم الماستر ديالك باش كيزيدوا لك كيطلعوا لك سميتو، كيطلعوا لك سميتو ريشيل. الماستر ما عندوش علاقه بالتعليم. امتى غدير هذا الشيء؟ دابا نطاقك بس يا عمي، انا نعقل عليك ونطاقك ان شاء الله. صافي نديرو فيسبوك ديالي هو نبيل رضوان. نبيل رضوان صافي. معاد كاين اخويا بون كونتينيسيون غير ضحكين. وي عارف سي معاد، مرحبا ويلي. يسرى العزيز، شنو السؤال اللي كيطلبو باش تدفع لا فارماسي بالدوك بيو؟ سي هو من 11 لفوق، جبت 12 11 راكي مقبول، راكي دايزه في لا سيليكسيون، كتبقى كدافع على لي شونس ديالك في الكونكور. كاينه امكانيه باش ديري سيكل دانجينيور، ولكن خصك تكوني جيبي نقطه كبيره، جيبي نقطه 13 ولا 14 ولا 15 بعدها في الدوغ وكدوزي الكونكور. ميرسي دعاء، بون كوراج افو سي. يوسف العسري، ميرسي خويا رضوان، مرحبا. طيب يوسف العز خويا مرحبا، ما كاين مشكل، على الراس والعين. نتمنى ان هذه المعلومات اللي درنا في هذا اللايف هذه تكون فاتكم، نتمنى انني ما نكونش ثقيل على شي وحدين ولا ثقيل عليكم. نتمنى انكم تستافدوا لو ماكسيموم بوسيبل. كندير هذا الشيء علاش؟ غير باش مهم اللي عنده امكانيه انه يخرج على برا على الاقل يكون عارف هذه النقط هذو ويكون عارف هذا الشيء، فهمتي؟ يعني اذا كان عارف راه سسخا فاسي بوغ لوي انه يمشي. خاص غير كيما قلت كاينين دي كونترانت مثلا ديال الفلوس. بالنسبه لي انا ما كانش عندي 8 مليون نحط في الكونت، ما مشيتش، ما كنتش مدوز الدبلوم ديال الفرنسي، ما مشيتش. بالنسبه للاشخاص اللي عندهم هذه الامكانيه ان الوالدين ديالهم يبلوكيو لهم الكونت انهم يدوزوا كونكور وكذا، راه يدوزوا كونكور ديال اللغه، راه سي فاسيل انهم يمشيو يقراو على برا. وديك الساعات راه فهمتي راه الحياه سهله ديك الساعات، لانك تدخل لعالم واحد اخر. ياه كتعاني بالغربه وداك المشغل، ولكن من بعد راه كتوقعني. علاش ما جاوبتكش سكينة؟ علاش ما جاوبتكش قاسم؟ دغيا الله جوج اسئله دغيا نديروهم باش نمشي باش نسالي، وراه حنا طولنا في هذا اللايف. ما كاين والو، ما كاين حتى مشكل. وي ام زكريا ودغيري، اب اب اخويا عبدو بونوي. سكينة ضايع، عطيني السؤال ديالك قاسم، عطيني السؤال ديالك باش نجاوبكم. ما كاين مشكل. بعد العزيز مرحبا، افيك بلزين. بون كونيكسيون افو سي. ابتسام، التوفيق، التوفيق لاي واحد باغي يتقاتل مع الوقت ويوصل. افضل ان ما كاينش اسئله، نسدو هذا. اللي باغي يسولني كاين يصيفط لي ميساج الصفحه، كنجاوب على قدر المستطاع. داكوغ،
Allez, bon courage, صباح على خير والله يسهل على الجميع وبون كونتينياسيون وبالتوفيق. Au revoir.